يلا اتفضل. تتابع النقابات المهنيه المصريه عن كتب ما يجري بحق الشعب الفلسطيني والمجادر وعمليات اباده جماعيه، وتوجه التحيه للشعب الفلسطيني البطل على صموده في مواجهه اله القتل الصهيونيه، كما تحيي الدور البطولي للمقاومه الفلسطينيه الباسله في الرد على جرائم الاحتلال المتكرره بكل الوسائل المشروعه التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدوليه. واستبين النقابات المهنيه المجادر المتكرره لجيش الاحتلال وداعميه، والتي تستهدف بالاساس كسر اراده الشعب الفلسطيني، تدعو الحكومات العربيه الى اتخاذ اجراءات عمليه عاجله لوقف تلك المجازر واعاده النظر في اتفاقيات السلام والتطبيع التي وقعتها بعض الدول العربيه مع دوله الاحتلال كرد فعل عاجل على انتهاكاته المتكرره للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدوليه والانسانيه، وما وضح جليا من خلال استهدافه للمدنيين والاطفال والنساء والشيوخ والصحفيين وناقلي الحقيقه والاطقم الطبيه واطقم الدفاع المدني والمستشفيات ودور العباده من مساجد وكنائس وكذلك اماكن التراث الحضاري والانساني. وتشدد النقابات المهنيه على ردها الكامل لكل مشروعات التهجير القسري والتوطين التي يتم الترويج لها بهدف تصفيه القضيه الفلسطينيه، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالمهجر في العوده الى ارضه المحتله، وتؤكد على ان سيناء ارض مصريه لا يجوز التفريط فيها. وتدين النقابات المهنيه سياسات التجويع والعقاب الجماعي التي ترتكبها سلطات الاحتلال بمنع وصول المساعدات الانسانيه الى كامل سكان القطاع الذين يتعرضون لحصار مطبق يشمل قطع المياه والكهرباء وامدادات الوقود ومنع وصول السلع الغذائيه والمستلزمات الطبيه الى المستشفيات. وقرر ممثل النقابات المهنيه خلال اجتماعين بنقابه الصحفيين والذي عقد السبت 21 اكتوبر 2023 اتخاذ عددا من الاجراءات العمليه لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزه. 1- تشكيل لجنه تنسيق دائمه فيما بينهم تضم في عضويتها ممثلين عن كل النقابات المهنيه المصريه، والتنسيق مع النقابات المهنيه في الدول العربيه لدعم الشعب الفلسطيني. تشكيل لجنه مشتركه من نقابتي الاعلاميين والصحفيين لرصد الانتهاكات الاعلاميه في منصات الاعلام الدوليه والغربيه تحديدا والرد عليها، ومخاطبه المنظمات الصحفيه الدوليه لوقف الجرائم بحق الصحفيين والاعلاميين ومحاكمه مرتكبيها. الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجيه للتعبير عن تضامن الشعب المصري امام مقر النقابات خلال الايام المقبله. تشكيل لجنه قانونيه من نقابه المحامين لتحريك دعاوى قضائيه امام المحاكم والمحافل الدوليه ضد جرائم العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. اعداد قافله اغاثه انسانيه غذائيه وطبيه ترسل الى معبر رفح يرافقها وفد من النقابات المهنيه والتوجه الى رفح وقطاع غزه لتسليمها. استمرار نقابه الاطباء في تسجيل الاطباء المتطوعين لعلاج الجرحى الفلسطينيين لتغطيه العجز في مستشفيات غزه او بالمستشفيات المصريه. الاعلان عن ارقام الحسابات البنكيه للتبرع لصالح الشعب الفلسطيني بكل النقابات المهنيه. التنسيق مع وزاره الصحه والهلال الاحمر لاعداد حمله للتبرع بالدم في مقر النقابات المهنيه، على ان يتم اطلاق ذلك من خلال فاعليه مشتركه بين كل النقابات. مشاركه نقابه المهندسين المتطوعين في اعاده اعمار غزه عقب انتهاء المعركه، وتشكيل لجان لرصد الانتهاكات الصهيونيه بحق التراث الحضاري والانساني. مطالبه وزيره الثقافه والهيئه العامه للكتاب بالانسحاب الفوري من معرض فرانكفورت للكتاب بسبب مشاركة العدو الصهيوني، ونثمن انسحاب اتحاد الناشئين العرب ومعرض الشارقة للكتاب. شكرا. عاشت القضية الفلسطينية والمجد لأرواح الشهداء.